السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في قناة مونتال بروف في هذا الفيديو سأقدم لكم شرح مفصل وسهل وبسيط لتعلم كتابة وقراءة الأعداد بالفرنسية إبقوا معنا مرحبا بكم من جديد وننطلق على بركة الله في درسنا إذن كتابة الأعداد في اللغة الفرنسية تنقسم إلى نوعين هناك أعداد مكونة من كلمة واحدة أي certain number s'écrit simplement avec un seul mot ونسميها لمو سامبل وهناك أعداد أخرى مركبة أي أنها سكومبوز افيك بليزيوغ مو سامبل ونسميها لمو كومبوزي إذا هناك نوعان أعداد مكونة من كلمة واحدة واخرى أخرى مرتبة إذا نبدأ مع المو simple والتي نجد فيها الأعداد من صفر إلى ستة عشر لذلك النمو إلى سيز وتنت... وتبدأ بطبيعة الحال مع صفر 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 سبعة ستة ثمانية ويت تسعة نف ثم عشرة ديس احدى عشر اونز اثنى عشر دوز ثلاثة عشر تخيز اربعة عشر كاتوغز خمسة عشر كانز ثم ستة عشر سايز بعد ذلك نجد العشرات حتى ستون إذن بوي لديزان

ميل. إذا هكذا تنتهي الأعداد المكونة من كلمة واحدة. وننتقل إلى ليمو كومبوزي وهي الأعداد التي كتابتها مركبة وهي مركبة من كل تلك ليمو سامبل التي شاهدناها قبل قليل. إذا ليمو سامبل التي شاهدناها هي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 50, 60, ثم 100 و 1000. إذا يجب هذه الأعداد أن تحفظ عن ظهر قلب لأنها هي المكونة لكل الأعداد باللغة الفرنسية. إذا إذا ضبطت هذه الأعداد فستضبط كتابة وقراءة كل الأعداد المتبقية. إذا بالنسبة لمو نجد فيها الأعداد من سبعة عشر إلى تسعة وتسعون لي نومبغ دي إي وكما تعلمون في الأعداد من سبعة عشر إلى تسعة وتسعون مكونة من رقمين رقم الوحدات ورقم العشرات إذا لقراءة هذه الأعداد المكونة من رقمين فيجب علينا أولا قراءة رقم العشرات ثم رقم الوحدات عكس اللغة العربية حيث نقرأ رقم الوحدات أولا ثم العشرات إذا يجب الانتباه أن إلى هذا الفرق إذا فجدول العد الذي سنحصل عليه في هذه المرحلة مكون من خانتين الوحدات لزينيتي والعشرات لديزان إذا نأخذ مثلا الرقم واحد في العشرات ونأخذ بقية الأرقام من صفر إلى تسعة في الوحدات إذا إذا كان لدينا مثلا صفر في الوحدات وواحد في العشرات فسنزيد عشرة التي شاء ديس وكذلك إذا كان لدينا واحد في الوحدات وواحد عشر فسنجد احد عشر أونز وكل هذه الأعداد قد شاهدنا في ليموسامبل إلى غاية ستة عشر لنذهب الآن مباشرة إلى واحد في العشرات والرقم سبعة في الوحدات وهي بداية ليمو كومبوزي إذا سنجد سبعة عشر إذا كما نعلم كما ترون فواحد في العشرات يعطينا ديس وسبعة في الوحدات تعطينا ست وكما قلت لكم فإننا عند قراءة الأعداد نقرأ رقم العشرات أولا ثم رقم الوحدات إذا سنقرأها ديس ست ديس ست لاحظ معي هذا الخط هنا نسميه أنتخي دنيو وسنجده في كل الأعداد المركبة ثم ننتقل إلى 8 في الوحدات و 1 في العشرات والتي ستعطينا 18 ونقرأها 18 ثم لدينا تسعة في الوحدات وواحد في العشرات والتي ستعطينا تسعة عشر ونقرأها ديز ناف نتابع مع ليمو كومبوزي ونأخذ جدول آخر بحيث تكون اثنان في العشرات والأرقام الأخرى في الوحدات إذا عندما تكون لدينا صفر في الوحدات فتعطينا عشرون ونقول فان إذا كان واحد في الوحدات تعطينا واحد وعشرون ونقول فان اي ان 21 ولاحظ معي هنا لم نضع لم نضع لو تري دونيون وانما وضعنا كلمه اي دونك بور لو نومبر كو سي تيرمين بار اون 1 انفيريور ا 100 اون اجوت لا كونجونكسيون اي اذا بالنسبه للاعداد الاصغر من 100 عندما تكون منتهيه ب 1 فنحن لا نضع لو تري دونيون اذا نضع الخط ذلك الخط الذي يربط بين الاعدادين وانما نكتب اي مثلا 61 اي دونك هنا نقول 61 اي ولم نضع الخط 51 اي كتبنا اي ولم نضع ذلك الخط الصغير خط الوصل الذي قلت لكم قبل قليل اذا نكمل عندما تكون اثنان في الوحدات نجد 22 ونسميها 22 عندما تكون ثلاثة في الوحدات نجد 23 ونسميها 23 أربعة نجد 24 أربعة ونقول 24 خمسة نجد خمسة وعشرون ونقول فانت سانك ستة نجد ستة وعشرون نقول فانت سيس سبعة نجد سبعة وعشرون نقول فانت ستة ثمانية نجد ثمانية وعشرون ونقول فانتويت ويت وعندما تكون تسعة في الوحدات واثنان في العشرات نجد تسعة وعشرون ونقول فانت نف إذا كما تلاحظون فإنني أقرأ رقم العشرات أولا ثم أضيف إليه رقم الوحدات رقم العشرات رقم الوحدات رقم العشرات رقم الوحدات إذا عندما تكون إثنان في رقم العشرات فنقول 20 اذا 20 21 22 23 24 25 26 27 28 و 29 ننتقل الى جدول للعد اخر حيث وضعنا 3 في العشرات وباقي الارقام هنا في الوحدات اذا عندما في هذه الحاله الاولى عندما يكون صفر في الوحدات و3 في العشرات فسنجد 30 ونقول لها نسميها 30 اذا هذه سبق وشانها ورايناها في ليمو سامبل اذا الان عندما يكون هنا لدينا واحد في الوحدات ماذا نقرا نقرا 31 31 اذا نقول 30 اي 1 عندما تكون لدينا الرقم 2 في الوحدات و3 في العشرات تعطينا 32 ونقر 32 لاحظوا معي هنا رجعنا وضعنا دو تري ديون وخط الوصل وهنا لوضعنا اي اذا القاعده تقول كما قلت لكم شرحت لكم سابقا عند كل الاعداد التي هي اقل من 100 وتنتهي برقم واحد في الوحدات فنضيف نضع اي عوض لو تري دنيا اذا 33 هنا لدينا 3 في الوحدات و3 في العشرات ان تعطينا 33 نسميها 33 33 34 34 35, 35 36 36 سبعة وثلاثون 38 ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون إذا كما تلاحظون أقرأ رقم العشرات ثم رقم الوحدات أذهب إلى جدول العدد العدد أربعة في العشرات و صفر في الوحدات إذا ستعطينا أربعون كارانت أربعة في, في العشرات واحد في الع... في الوحدات تعطينا أربعة وأربعون أربعة في العشرات اثنان في الوحدات تعطينا اثنان وأربعون كغوند أربعة في العشرات ثلاثة في الوحدات تعطينا ثلاثة وأربعون كغونت خوا ثم كغونت كاتخ أربعة وأربعون ثم خمسة وأربعون كغونت سانك ثم ستة وأربعون كغونت سيس ثم سبعة وأربعون كغونت ست ثم ثمانية وأربعون كغونت ويت

ثم ستون 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 إذا كما تلاحظون فدائما نقرأ العشرات ثم نضيف لها الوحدات نصل إلى العدد سبعون وكما تعلمون سبعون تساوي ستون زائد عشرة نسمي ستون بالفرنسية سوشونت وعشرة بالفرنسية 10. ومن هنا جاءت تسمية سبعون على أن الجمع بين ستون وعشرة في اللغة الفرنسية إذا سبعون نسميها سواسونت ديس سواسونت ديس إذا سبعون هي سواسونت ديس إذا نأخذ بعض الأمثلة مثلا واحد وسبعون كم يساوي يساوي ستون زائد إحدى عشر إذا ماذا سنسمي ستون هي ستون هي سواسونت وإحدى عشر هي أونز إذا نقول سواسونت إي أونز ثم ناخذ مثلا 72 72 وسبعون. وسبعون تساوي 60 زائد 12 اذا 60 هي 60 و 12 هي 12 اذا نقول 72 72 اذا نتمم في هذا في جدول العد اذا عندما يكون 7 في العشرات و0 في الوحدات مثلا تعطينا 70 ثم عندما يقو يكون سبعة في العشرات وواحد في, الوح في الوحدات تعطينا واحد وسبعون إذا نسميها سوسونت ثم سبعة في العشرات اثنان في الوحدات تعطينا اثنان وسبعون إذا نقول 72 دوز ثم سبعة في العشرات وثلاثة في الوحدات تعطينا ثلاثة وسبعون ونقول 73 ثم نتميم أربعة وسبعون هي سوسونت كاغوت كاتورز خمسة وسبعون هي سواسونت كانز، ستة وسبعون هي سواسون سايز سبعة وسبعون هي سواسون ديست، وسبعون هي سواسون ديزويت ثم تسعة وسبعون هي سواسون ديزناف نصل إلى تمانون و كذلك هي أربعة في عشرون و أربعة نسميها 4 و هي فان ومن هنا جاءت تسميتها في اللغة الفرنسية ب 80 اي 80 تعطينا 80 ولاحظ معي هنا 20 نضيف لها اس نضيف لها اس في الاخير اذا نكتب 80 هي 80 اذا ناخذ مثلا مثال 81 81 و و82 82, 82. لاحظ هنا عندما كتبنا 81 ازلنا الاس ازلنا اس وهنا كذلك 82 هذا الناقص اذا هذه قاعده 80 عندما تكون لوحدها هكذا نضع اس وعندما تكون يكون بعدها رقم اخر نزيل تلك الاس نزيل اس اذا نذهب الى جدول العد هنا لدينا 8 في العشرات وصفر مثلا في الوحدات اذا تعطينا 80 اي 80 عندما يكون لدينا واحد تعطينا واحد وثمانون أي كاتخو فانتي عندما يكون لدينا اثنان تعطينا اثنان وثمانون أي كاتخو فانت دو عندما يكون لدينا ثلاثة تعطينا ثلاثة وثمانون أي كاتخو فانت عندما يكون أربعة تعطينا أربعة وثمانون كاتخو فانت كاتخ عندما تكون خمسة تعطينا كاتخو فانت سانك عندما تكون ستة في الوحدات وثمانين في العشرة تعطينا ستة وثمانون أي كاتخو سيس عندما يكون تكون سبعة في الوحدات وثمانية في العشرات تعطينا سبعة وثمانون كاتخوفان ستة ثم ثمانية وثمانون كاتخوفان تويت ثم تسعة وثمانون كاتخوفان تناف نصل إلى تسعون وتسعون هي جمع ثمانون زائد عشرة ثمانون باللغة الفرنسية هي كاتخوفان وعشرة هي ديس إذا سي تسعون ستساوي كاتخوفان ديس كاتخوفان ديس إذا واحد وتسعون يساوي تمانون زائد احد عشر أي يساوي كاتخو أونز اثنان وتسعون تساوي تمانون زائد اثنى عشر أي كاتخو إذن إذا أضع لكم هذه الطريقة حتى تتذكرون جيدا ما كتابة وتسمية العدد تسعون إذا نذهب إلى جدول العد تسعة في العشرات وعشرة وصفر في الوحدات مثلا إذا نقول تسعون كاتخوفان ديس واحد في الوحدات وتسعة في العشرات واحد وتسعون كاتخوفان اثنان في الوحدات وتسعة في العشرات اثنان وتسعون كاتخوفان دوز ثم ثلاثة وتسعون كاتخوفان ثم أربعة وتسعون كاتخوفان كاتورز ثم خمسة وتسعون ثم ستة وتسعون ثم سبعة وتسعون، تسعون، ثم ثمانية وتسعون، تسعون، ثم تسعة وتسعون، تسعة وتسعون. ثم ثمانيه وتسعون ثم تسعه وتسعون اذن يجب ضبط هذه الأعداد من, من صفر حتى 99 جيداً، لأنها هي الحل لقراءة وكتابة كل الأعداد المتبقية. إذا نصل الآن إلى الأعداد.

إذا هذه الأعداد فهي مكونة من رقم الوحدات ورقم العشرات ورقم المئات. إذا لقراءتها فنحن نقرأ أولاً رقم المئات ثم رقم العشرات ثم رقم الوحدات. إذا نأخذ أمثلة إذا فجدول العد الذي سنحصل عليه مكون من ثلاث خانات خانة الوحدات. وخانة العشرات وخانة المئات وهذا الفصل الأول يسمى فصل الوحدات البسيطة كلاس دي سامبل إذا نضع مثلا هكذا الأعداد الأرقام هكذا إذا إذا كان لدينا واحد في المئات وصفر في العشرات وصفر في الوحدات فتعطينا مئة أي تعطينا 100 وإذا كان لدينا اثنان فتعطينا مئتان أي 200 ولاحظ معي هنا نضيف اس اس بور لو بلوريال

ثمانية في المئات تعطينا تسعة في المئات تعطينا تسعمائة، نف ثم نأخذ بعض الأمثلة، إذا لاحظ معي هنا لدينا واحد في المئات وصفر في العشرات وواحد في الوحدات. إذا كما قلت لكم عند القراءة نقرأ رقم المئات أولا ثم رقم العشرات ثم رقم الوحدات. إذا لدي هنا واحد في المئات، إذا سون نقرأها سون ثم لدي واحد في الوحدات إذا أن سون إي تعطينا سون أن تعطينا سون أن لاحظ معي هنا في العدد الثاني لدينا اثنان في المئات إذا نقرأها دو ثم نقرأ رقم العشرات لدينا هنا اثنان إذا نقرأه فان ثم لدينا هنا رقم الوحدات كاتر إذا هذه ستعطينا مئتان وأربعة وعشرون أي دو فان فانت 224 العدد الثالث لدي 3 في المئات إذا ستعطينا 300 ولدي أربعة هنا في العشرات إذا ستعطينا 40 ثم لدي هنا 5 في الوحدات إذا ستعطيني 5 أي 5 إذن العدد هو 345 إذن سوف أقرأه 345 العدد الرابع لدي 4 في المئات 5 في العشرات 6 في الوحدات إذن 4 في المئات ستعطيني 400 5 في العشرات ستعطيني 50 ثم 6 في الوحدات سوف تعطيني 6 اذا اقرا العدد 456 456 العدد الموالي 5 في المئات ستعطيني 500 6 في العشرات ستعطيني 60 ثم 7 في الوحدات ستعطيني 6 إذا العدد هو 567 إذا سأقرأه 567 ثم نذهب إلى العدد الموالي 6 في المئات 7 في العشرات 8 في الوحدات أي ستعطيني 678 أي هي 678 ثم العدد الذي يليه 7 في المئات 8 في العشرات و 9 في الوحدات إذا أقرأ رقميات ثم العشرات في الموحدات إذا ستعطيني 768.

نصل الآن إلى الأعداد ما بين 1000 و إذا 1000 فهو ضمن الأعداد لي سامبل، ميل. إذا شاهدناه قبل قليل. إذا الأعداد المركبة والتي تبدأ من 1001 إلى 999,999. لنومبر أونتر 1001- إذا هذه الأعداد كما تعلمون هي مكونة من ستة أرقام، إذا تحتاج إلى فصلين، فصل الوحدات البسيطة والذي يتكون من وحدات عشرات مئات، وكذلك فصل الآلاف كلاس ديميل والذي يتكون من وحدات الآلاف وعشرة الآلاف ومئات الآلاف. اذا لقراءه هذه الاعداد المكونه من سته ارقام ماذا نفعل اذا نقرا اولا فصل الالاف ثم فصل الوحدات البسيطه وعند قراءتنا لفصل الالاف نضيف كلمه ميل اذا نقرا فصل الالاف ونضيف كلمه ميل ثم نقرا فصل الوحدات البسيطه نمر الى امثله حتى نستوعب اكثر إذا نحصل على جدول العد التالي والذي يتكون من فصلين فصل الوحدات البسيطة كما قلنا وفصل الألف أضع الأرقام التالية مثلا في فصل وح في وحدات الألف إذا مثلا إذا كان لدينا واحد في وحدات الألف فسنحصل على ألف والتي نقرأها ونكتبها ميل ثم إذا كان لدينا اثنان فنحصل على ألفان ونقرأها دميل قاعدة بالنسبة لأورتوغراف بالنسبة للكتابة فهنا ميل لا تأخذ اس لا تأخذ اس حتى في دو ميل. كذلك عندما تكون ثلاثة في وحدة الالاف نأخذ ثلاثة الاف اذا تخوى ميل عندما تكون اربعة في وحدة الالاف تعطينا اربعة الاف نقول كاتخ ميل خمسة سانك ميل ستة ستة الاف وتعطينا سي ميل سبعة سبعة الاف وتعطينا ستميل ميل ثمانية في وحدة الاف تعطينا ثمانية الاف ونقول وي ميل ثم تسعة في وحدة الاف تعطينا تسعة الاف ونقول ناف ميل إذن كما قلت سابقا ميل هنا لا تأخذ اس لا تاخذ اس علامة الجمع كما شاهدنا ذلك عكس سون التي تأخذ اس إذا نأخذ هذه الأمثلة إذا لاحظ معي ماذا قلت؟ قلت قلت لي قراءة العدد مكون من ستة أرقام نقرأ فصل الآلاف أولا ثم نضيف كلمة ميل ونقرأ فصل الوحدات البسيطة إذا هنا لدي 11 في فصل الآلاف إذا نقرأ 11 بالفرنسية هي 11 إذا العدد الأول هنا هو 11 ميل 11 ألفا 11 ميل ثم لدي هنا ستونَ في فصل الألاف إذا نقرأ فصل الألاف ونضيف كلمة ميل إذا لدي ستون هي 60 إذا ستون, ستون ألف ستعطينا هذا ستون ألف إذا هي 60 ميل ثم لدي هنا في فصل الألاف 300 إذا مِئَة ألف أي سأقرأها سأعطي مِئَة ألف إذا 300 بفرنسية هي 300 إذا نقول 300 ميل تخوصن ميل لا إلى العدد الموالي إذا أنا أقرأ فقط فصل الالاف ثم أضيف له كلمة ميل ثم أقرأ فصل الوح... الفصل الوحدات البسيطة إذا وجد إذا في هذه الحالة مثلا هنا أقرأ 469 بالفرنسية هي 469 إذا أقول 4... هذا العدد هو 469 ألفا إذا هو سيعطيني 469 مئل. ثم العدد الذي يليه هو خمس مئة وسبعة وثمانون سيعطيني خمس م خمس مئة وسبعة وثمانون ألفا خمس مئة وسبعة وثمانون بالفرنسية هي ستعطيني ستمائة وسبعة وسبعون ميل ثم اجد إذن سيعطيني ستمائة وسبعة وسبعون ألفا ومائة وسبع. إذن سيعطيني ستمائة وسبعة وسبعون ميل ومائة وسبع. إذا أنا أقرأ فصل الآلاف وأضيف كلمة مي ثم أقرأ فصل الوحدات البسيطة بالنسبة لعدد الموالي سيعطيني سبعمائة وستة عشر ألفا وتسعون إذا سأقرأ أو أه. ست سون سايز ميل كاتخوفان ديس ست سايز ميل ديس العدد الذي يليه تسعة في مئة آلاف تسعة في عشرة آلاف تسعة في وحدات الالاف ثم تسعة في المئات وتسعة في العشرات وتسعة في الوحدات اذا انا اقرأ فصل الالاف كما قلت لكم ثم اقرأ فصل الوحدات البسيطة اذا سيعطيني تسعمائة وتسعة وتسعون الفا وتسعمائة وتسعة وتسعون اذا نقرأ فصل الالاف اولا ونضيف كلمة ميل نفسون كاتخوفان ميل 999 اذا هكذا تقول القراءه ثم نمر الى الاعداد ما بين مليون و999 مليون و999 ألفا و وتسعون. اذا كيف نقرأها اذا مليون نقراه 1 مليون نقول 1 مليون اذا نذهب الى الاعداد فنحتاج هنا الى ثلاث فصول الفصل الاول فصل الوحدات البسيطه والفصل الثاني فصل الالاف ثم ناتي الى فصل الملايين اذا لقراءه هذا الاعداد المكونه من سته عفوا المكونه من تسعه من تسعه ارقام فاننا نقرا فصل الملايين اولا ونضيف كلمه مليون ثم نقرا فصل الالاف ونضيف كلمه ميل ثم نقرا فصل الوحدات البسي البسيطه اذا ناخذ بعض الامثله لتثبيت لدينا هنا جدول العد مكون من ثلاث فصول فصل الوحدات البسيطه كلاس دي سامبل فصل الالاف كلاس دي ميل فصل الملايين كلاس دي مليون اذا كما قلت الان القاعده لقراءه اذا نقرا فصل آه الكلاس دي مليون ثم نضيف كلمه مليون ثم نقرا كلاس دي ميل ونضيف كلمه ميل ثم نقرا فصل الوحدات البسي البسيطه اذا لدي هنا واحد في وحدات الملا الملايين اذا سوف اقراه 1 هذا سيعطيني 1 مليون ثم لدي هنا 2 في وحدات الملايين سوف تعطيني 2 مليون ولاحظوا هنا معي كلمة مليون تأخذ S ثم لدي هنا 43 إذا 3 في وحدات الملايين ثم 4 في عشرة الملايين إذا ماذا سأقرأ على هذا 43 إذا هو 43 إذا سوف أقول 43 مليون 43 مليون مع وضع S مع زيادة S لمليون ثم لاحظ معي هنا العدد الذي تسعة في وحدات الملايين ثم تسعة في مئات الآلاف وتسعة في عشرة الآلاف وتسعة في وحدة الآلاف تسعة في المئات وتسعة في العشرات وتسعة في الوحدات إذا سنقرأ فصل الملايين ونضيف كلمة مليون إذا لدي هنا نف إذن ستعطيني نف مليون ثم نقرأ كلمة فصل الآلاف 999 إذن تسعة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون نف مليون نف سون كاتخوفان ديزناف ميل نف سون كاتخوفان ديزناف نمر إلى العدد الذي يلي إذا الذي خمس خمسمائة وثمانية عشر في فصل الملايين الذي هنا أصفر في فصل الالاف، إذا ليس لدي ليس لدي أي رقم في فصل الالاف، ثم لدي هنا ثلاثة عشر في فصل الوحدات البسيطة، إذا سوف أقرأ فصل الملايين، ثم فصل الالاف، ثم فصل الوحدات البسيطة، إذا ستعطيني خمسمية وثمانية أي هي 518 مليون، إذا قرأت فصل الملايين.

156789. الآن نصل إلى الأعداد بين مليار و مئة وتسعة وتسعون و 999 وتسعة وتسعون مليونا و مئة وتسعة وتسعون ألفا و وتسعة وتسعون أول الأعداد فيها هو مليار و نقرأه أم مليار وهو 1 مليار ثم هذه الاعداد كما تعلمون فهي مكونه من عشر رقما اذا ستحتاج الى اربعه فصول والفصل الاول هو فصل الوحدات البسيطه كلاس دي سامبل ثم كلاس دي ميل، ثم كلاس دي مليون ونضيف كلاس دي مليار كلاس دي مليار وكل فصل كما تلاحظون فهو مكون من ثلاث خانات وحدات وعشرات ومئات إذا لقراءة هذه العدد المكون من 12 رقما نقرأ فصل المليار أولا ونضيف كلمة مليار ثم أولي كلاس دي مليون ونضيف كلمة مليون ثم نقرأ كلاس دي ميل ونضيف كلمة ميل ثم نقرأ فصل الوحدات البسيطة في الأخير إذا نأخذ أمثلة ونحاول قراءتها إذا كما تلاحظون هذه الأعداد المكتوبة في جدول العد لقراءتها نستعمل يعني القاعده التي سبق وقلناها، إذا اقرأ أولا فصل الملايير ثم فصل الملايين ثم فصل الآلاف ثم فصل الوحدات البسيطه، إذا لدي هنا واحد في الملاي في وحدات الملايير، إذا سأقرأ أن ثم اقرأ أضيف اسم الفصل، إذا أن مليار، ذا تعطيني مليار، مليار، ثم لدي هنا اثنان في وحدات الملايير ستعطيني. 2 مليار وهنا نضيف كلمة S عفوا نضيف حرف S إلى مليار لدلالة على الجمع 2 مليار ثم ثم لدي هنا 200 في فصل الملايير إذا نقرأها 200 ثم كلمة مليار 200 مليار إذا ستعطيني 200 مليار أصل إلى العدد الموالي 708 هنا لدي في فصل الملايير ثم لدي هنا 373 فصل الملايين ثم لدي ستة في فصل الآلاف ثم لدي 114 في فصل الوحدات البسط اذا كيف اقرأه قلنا اقرأ فصل الملايين واضيف كلمة مليار ثم اقرأ فصل الملايين وأضيف كلمة مليون ثم اقرأ فصل الالاف واضيف كلمة ميل ثم فصل الوحدات البسيطة اذا لدي هنا ستة ميليار سبع وثمانية مليار, ها هي. 708 مليار. 373 millions, aïe, 373 millions, tout malade y a 6 000, et d'un l'un, tout 214. 708 milliards, 373 millions, 6 214. La date d'affaire, 999 milliards, نف مليون، نف سون ميل، إذن فصل الملايير، كلاس دي مليار، ثم أضيف كلمة مليار، ثم اقرأ فصل الملايين، كلاس دي مليون، ثم أضيف كلمة مليون، ثم اقرأ كلاس دي ميل و كلمة ميل، ثم اقرأ فصل الوحدات البسيطة، كلاس زونيتي سامبل. إذا بالنسبة للأعداد الأكبر من 999 مليار و 990 مليون و 999 ألف و 999 فنجد 1 بليون متر آخر دي بليون وكذلك بليون نضيف لها إس علامة الجمع كذلك هذا الأعداد 999 قرأته قبل قليل بالعربية أقرأ الآن بفرنسية 999 بليون

عن كنتليو عن سكرستليو عن عن إذن بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة لعموم الناس فيكفيهم أن يعرفوا كتابة الاعداد الى فصل الملا الملايا جزكا إذن بعد الملاحظات ننطلق مع الملاحظة الأولى Depuis la réforme de 1990 on peut mettre des traits d'union partout إذا مثل الأعداد لا, هكذا عدد 2593 يمكن أن نكتبه ونضع le trait d'union ذلك الخط الصغير خط الوصل وسط جميع بين كل الكلمات إذا مثلا هكذا أكتبه 2593 وضعوا le هنا

إذا عندما تكتب مثلا مليون أو مليار لا تضع لو تخي قبله أو بعده. الملاحظة الثانية ذا إيس سون ساكورد كون إيس سون ملتيبليي أن نومبر سون إيتر سويفي أن نومبر. إذا مثلا عندما تكتب 80 تضع هنا كلمة إس ولكن عندما يكون 80 متبوع برقم آخر لا تضع إس مثلا 83 لاحظ أن ذا هنا أزلنا لها إس التي تتعلق بالجمع. 400 لاحظ معي هنا اضفنا اس الى 100 لانه هنا جمع 400 وبالنسبه عندما جاءت 100 متبوعه برقم اخر 421 لاحظ هنا 100 أزلنا لها اس نصل الى المحاضره الثالثه 1000 اي توجور ان فاريابل دونك 1000 لا تاخذ حرف اس المتعلق بالجمع 3000 1002 نكتب دائما 1000 اس الملاحظة الرابعة ان اي ان فاريابل اون نومبر مي با اون جونغ كيف ذلك عندما تقول مثلا 51 في لاحظ معي عندما في فيمينا يعني مؤنث تضع اون وعندما نقول 51 غارسون garçon. مثلا غارسون هنا مذكر اذا تضع ان اذا هذا هو الاختلاف الوحيد اذا اون و ان اذا اذا كنا نتحدث عن الفتى عن الجنس المؤنث نقول اون في وعندما نقول الجزء المذكر نقول ان أه. الملاحظة الأخيرة هي 200 مثلا اونيكري 200 مليون إذا إيه لاحظت 100 أخذت إس 200 مليون 200 مليار هنا كذلك 100 أخذت إس ولكن عندما تكون 100 أمام ميل نقول 200 ميل أه 100 لا تأخذ إس با دو إس أه 100 دوفون ميل إذا إيه عندما تكون 100 أمام ميل فلا تأخذ العلامة الجمع وهي S إذا هكذا يكون انتهى درسنا في الأخير أشكركم على حسن تتبعكم لا تبخلوا علينا بمشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة لا إله إلا أنت سبحانك وأستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله